وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في عصمة وفواضل لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على المظلل بالغمام عليه الصلاة والسلام. نحن الآن في مسجد الغمامة هذا المسجد المسجد القديم مسجد الغمامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما معنى الغمامة؟ كان عليه الصلاة والسلام مظللا بالغمام فإذا مشى ظللته الغمامة صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا أجل بني الدنيا وأوفاها هذا الذي ما له في الكون من شبه هيهات أين ثراها من ثرياها هم بالحبيب محمد وذويه إن الهيام بحبه يرضيه إن مات جسمك فالهوى يحييه جسد تمكن حب أحمد فيه والله إن الأرض لا تبليه. اللهم صل وسلم على الذي أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المسجد الجميل مسجد الغمامة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا مسجد الغمامة من الداخل طبعا هذا مسجد الغمامة من الداخل أحببنا الله يبارك فيكم يا رب يكرمكم الزيارة إن شاء الله.